اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وكلامك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والملائكة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو سر أو علانية. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تعطي كثيرا. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، وأعنتنا على ختم القرآن. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، لا إله إلا الله الولي الحميد، لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا إله إلا الله المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصلوات الله وسلامه على نبينا وحبيبنا محمد الذي أرسله إلى عموم الثقلين بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك، وأرسلت إلينا أفضل رسلك، وشرعت لنا أعظم شرائع دينك، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس. سبحان العظيم الوهاب، سبحان الغفار التواب، سبحان رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب. سبحان من خلق الخلق وأحصاهم عددا، سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان من عم بمعروفه الجميع ولم يترك أحدا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا
ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم وألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم واجدنا به من النعم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا ولأسقامنا دواء وعن النار مخلصا. اللهم انقلنا بالقرآن من النار إلى الجنة ومن الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهداية ومن الفقر إلى الغنى ومن البدعة إلى السنة ومن الفرقة والخلاف إلى الاجتماع والاعتصام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي أعليت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعلنا عند ختم القرآن من الفائزين. اللهم اجعلنا عند ختم القرآن من الفائزين. اللهم اجعلنا عند ختم القرآن من الفائزين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين. نسألك اللهم أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وشفع المحسنين منا في المسيئين يا رب العالمين. إلهنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك. فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم لا تطردنا عن رحمتك. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا
ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ونسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان من رفع السماء بلا عمد، سبحان من بسط الأرض ومهد، سبحان ربنا جل وعلا لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق المسلمين قاطبة إلى ما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالهم، وأرخص أسعارهم، واجمع قلوبهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا،
اللهم أعنا على الموت وسكرته والقبر وظلمته ويوم القيامة وكربته والصراط وزلته، اللهم اجعلنا في موقف القيامة من الآمنين، اللهم اجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين، اللهم ارزقنا جوار نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم اعصمنا من الفتن ما حيينا، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة القبر ومن فتنة النار يا واحد يا قهار، اللهم اجعل القبور للمسلمين السابقين رياضا من رياض الجنة، اللهم اجعلها لنا ولهم رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار، اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يا غفور يا ودود، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم وحد صفوفهم واجمع قلوبهم وثقل موازينهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم وأنقذ المسجد الأقصى من براثن المعتدين وأخرجهم منه أذلة صاغرين، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات إنك على كل شيء قدير، اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك على الصرب الظالمين، اللهم أحصهم عددا، اللهم أحص الصرب عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، اللهم سفكوا الدماء وقتلوا النساء وانتهكوا الأعراض فإليك المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بك، إلى غنى إلى من تكل المستضعفين في كل مكان، إلى عدو يتجهمهم أم إلى قريب ملكته أمرهم، إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي غير أن رحمتك هي أوسع لنا، إلهنا منك الفرج وإليك المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، اللهم أنقذ أحوال المسلمين وأصلحها في كل مكان، اللهم كن للمستضعفين والأرامل والمساكين، اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، نسألك اللهم أن تغفر لنا في ساعتنا هذه أجمعين، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا في هذا المكان المبارك وفي هذا الجمع المبارك وفي هذه الليلة المباركة، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا للإسلام والمسلمين إلا خذلته، ولا طاغية إلا قصمته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا باطلا إلا دحرته، ولا داعيا إلى هداك إلا سددته وأعنته، ولا محتسبا إلا وفقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم انصر إخواننا في كشمير على الوثنيين الحاقدين، وانصرهم في الشيشان يا حي يا قيوم، اللهم عجل بنصرهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كن لهم يا حي يا قيوم، اللهم فرج عنهم يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز،
اللهم اجمع قلوب القادة الأفغان وفي الصومال على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد من كيد الكائدين ومن عدوان المعتدين ومن حقد الحاقدين ومن الظالمين يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم لشرعك محكمين ولسنة نبيك متبعين ولأوليائك ناصرين. اللهم اجمع قلوبهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم، اللهم عطفهم على شعوبهم يا حي يا قيوم. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم اجعله هاديا مهديا يا رب العالمين. اللهم هيئ له في طاعتك عمرا مديدا وعملا فريدا ورأيا سديدا ومسلكا رشيدا. اللهم اجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم زدهم من الخير والتوفيق يا ذا الجلال والإكرام، واجعل ما يقدمونه للإسلام والمسلمين في موازين أعمالهم يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي عهده ونائبه الثاني وسائر أمرائنا وعلمائنا ووزرائنا وقضاتنا ودعاتنا وأهل الخير فينا ونحن جميعا يا رب العالمين. اللهم وفقنا جميعا إلى ما فيه عز الإسلام وإلى ما فيه صلاح المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آتنا أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم وأعده على الأمة الإسلامية وهي ترفل بثوب الصحة والعزة والكرامة والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اختم لنا رمضان بغفرانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعشق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى عالي جناتك يا رب العالمين. اللهم اشملنا بعفوك وإحسانك إلهنا وخالقنا ورازقنا. ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. من الذي سألك فحرمته؟ ومن الذي دعاك فطردته؟ اللهم فاقبلنا في هذه الليلة المباركة أجمعين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور، وكلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم وفق الدعاة إلى سبيلك، اللهم اجمع قلوبهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم رد عنهم كيد الكائدين، اللهم رد عنهم أذية الحاسدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إخواننا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم أعنهم وسددهم ووفقهم يا حي يا قيوم. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم ارزقهم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والتأييد يا حي يا قيوم. اللهم اشملنا بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة المباركة من صحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن والمسكرات والمخدرات والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أدم على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها على عمل صالح يا حي يا قيوم. اللهم وأدم عليهم نعمة خدمة الحرمين الشريفين واجعله بصحائف أعمالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم اجعلهم قرة أعين لوالديهم وأهليهم،
اللهم اجعلهم عدة لأوطانهم ومجتمعاتهم يا حي يا قيوم. اللهم اصرف عنهم قرناء السوء. اللهم اصلح نساء المسلمين. اللهم اصلح نساء المسلمين. اللهم زينهن بالعفاف والحجاب والحشمة. اللهم احفظهن ان يفتن او يفتن يا رب العالمين. اللهم رد عنهن كيد الكائدين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اصرف عنا شر الاشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم اشغلنا بعيوبنا عن عيوب غيرنا. اللهم لا تجعلنا ممن همه تتبع العثرات وتتبع السقطات وإحصاء السيئات يا حي يا قيوم. اللهم اجمع قلوب المسلمين على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام.